احنا وين الحين؟ احنا موجودين في شركة يونيسيتي. حلو. انا تكلمت عن المنتج تقريبا، انا الحين يمكن شهر ونص اجرب المنتج. حلو. انت الحين كم تقريبا كم سنة؟ الحين وين ما شاء الله عمر 9 سنوات تقريبا. 9 سنوات. نعم. كنت تستخدمه عشان كان عندي ضغط دم كوليسترول قولون العصبي 7 سنوات تعبت. حلو. قريب السكر وسمنة مفرطة قريب 150 قريب 150 كيلو. حاولت وايد برامج للأمانة بس ما فهمت. لما طبقت البرنامج فيل جريت يونيمتي ومسلم صيام متقطع نزلت 48 كيلو وخلص من أدوية الضغط والكوليسترول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وماشي على نمط حياة صحي ذكي، لا حرمان ولا رجيم ولا رياضة قاسية، لكن أعمل رياضة خفيفة وأكل بذكاء، معناته أقلل الكاربس أقلل الكالوريز. يعطيك العافية. فلذا المنتج يا جماعة الخير متوفر الحين، اي واحد يبغى يتواصل على هذا الرقم في الواتساب راح يوصل لك لحد البيت. خواتنا امهاتنا ركزوا معي في هذا المحل، انا ما ودي والله اصور اعلان مشان هرمة، انا كلام مشان هذا شوف بلوجر هرمة هو كلام انت يريد، كلام انت يريد خلاص. عموما انا موجود في بركة وسمعوا العروض هذه في محل سنس الابداع، ركزاً مع العروض ترى وايد فنانة في بركة سوق بركة مقابل شوكولا باريس، ركزوا معي وخلونا ندخل انت يريد. شوفوا جماعة الخير او اخواتنا امهاتنا يقول من هنين ها ها كم كم ثلاثة ريال من هني لين هناك كل مخور الواحد ب3 ريال. حلو. وتعالوا أصدمكم الشيء الثاني بعد، شوفوا أول بداية ها. ألوان الصدمة العودة، الصدمة العودة يا جماعة الخير إن إذا خضيتوا 5 من هالمخاوير ب10 ريال. جديدوا 5 وحدة 2 3 4 5 تخيلوا 5 مخاوير ب10 ريال، هذا لا يحدث إلا في محل سندس الإبداع في ولاية بركة. هني يوم تبع هني يوم تبع ها. الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا عيد حريم عيد الأضحى هني هني يوم تبع. حلو حلو. انزين نروح للصدمة الثانية. جديدو يجنن هذا شوي في فصوص صح؟ تطريز ها تطريز ما افهم هالامور. الوحدة ب4 ريال بدل لا اسعارهم 7 و8 ريالات، يعني بدل لا تدفعي 7 و8 ريال مطرز على قولتهم ها ها. الله 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 الله. 4 ريال. أها 4 ريال. شيلوا سندس الإبداع. الإبداع. الحين بنتكلم عن الأقمشة وجديده راح يخبرنا عن القطع. هذا الصفة كامل بريال واحد. بريال واحد. القطعة بريال. أبا 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 أبا. بريال واحد. القط أربعة وار أو قطعة واحدة. بريال واحد. اها 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 اب 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 اب. هني هني في ولاية بركة سندس الابداع. الابداع. تعال على الحرير الايطالي. الله 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 الله. عاد حرير. هذا حرير ايطالي. هذا مذهب بعد. هذا مذهب مسوي له ذهب ها. ايوه مسماي مذهب. كتنا 3 ريال. كندورة ب3 ريال. حرير مذهب إيطالي. الله الله الله. إيش هذا الأسعار الجميلة. أول كم؟ أول 6 و7 ريال تقريبا. وهذا ما في ذهب كم؟ 3 ريال. 3 ريال. حرير إيطالي. ها أها أها أها. يا سلام. سندس ولاية بركة. بركة. ايش هناك معك بعد شيفون وينه؟ حرير كريت. هذا الشيفون ها هذا لين هنا
من هنا شيفون. ايوه صح شيف. كم 4 قطع 5 ريال. 4 قطع ب 5 ريال الشيفون حرير استادة والكريم. لا بقى 4 قطع ب 5 ريال. انزين الشيفون ايش بعد؟ الكريب حرير سكادة. ايش بعد؟ اربع قطع باربع ريال يا جماعة. اربع قطع بخمسة ريال. اربع قطع بخمسة ريال سوري. ليش ما يعطي اربع ريال؟ زين. عموما اربع قطع بخمسة ريال. لين هني. تعالوا سندس الابداع. الابداع. تعالوا في محل سندس الابداع في ولاية بركة. تخفيضات قوية وعروض تستاهل. الحرير الإيطالي وين أول بسبعة ريال الحين صار بثلاثة ريال. عندك المخاوير هذه ها خمسة بعشرة. هذا اللعبة هني خمس مخاوير بعشرة ريال. هذا جديد. جديد وهذا السعر أغلبية من ريالين إلى أربعة ريال أغلبية. ما شاء الله. وين اللحية أنت؟ موجود. أوكي. إنزين بحط لكم الرقم وتواصلوا معه. ما ودي أسوي إعلام مال الحريم يطيحوا بيا وأنت ريال وتسوي إعلام مال الحريم لكن إيش أسوي؟ ضاغط علي إيش؟ ما يريد نفر تاني أنت بس يجي بعدين كلام زيادة يعطي فلوس زيادة شو؟ إن شاء الله. أيوة دام إنه بيعطيني غوازي سمع الربع. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مخاوير بعشرة ريال. خمس مخاوير بعشرة ريال. ايش التخفيضات ايش العروض في هذا المحل الشيمة؟ سمعوا سمعا يو حريم. شوفن اللون القطعة الوحدة بريال. شوف 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 روح ريال 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 هني كل اللي فوق ريال. شوف اللون شوف الشيء عاد هني اللعبة. ركزا شوفا وركزا الصدمة العودة. كم السعر؟ ثلاثة ريالات وما تلاقونا مكان ثاني. هذه الصفة كلها ها وهني بعد نكمل ثلاثة ريال ثلاثة ريال مخور ثلاثة ريال. وتعالا على المطرز الصدمة العودة إن هذا كان أول بسبعة بثمانية يباع الحين بأربع ريال. شلن المطرز هني الشيفون أربع قطع بخمسة ريال. عندك الشيفون وعندك الكريب أربع قطع بخمسة ريال. الله 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 الله. وعندك السكادة أربع قطع بخمسة ريال. تعالوا على الحرير الإيطالي حرير مذهب إيطالي. تخيلوا أول كان القطعة بسبعة ريال الحين صارت بثلاثة ريال. بثلاثة ريال وهني ها أربع قطع بخمسة ريال. وإيش براند هذا نوع حرير؟ قطن الماس. قطن الماس. الله 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 الله. أحمد كل هذه الأسعار في بركة ما تحصلون أي مكان ثاني. سندس الإبداع. تعالوا واستفيدوا من العرض. الموقع هذا المحل ده. تعالوا واستفيدوا من العرض. الموقع هذا المحل سندس الابداع للاقمشه. وانت جاي من قصر بركه متوجه سوق بركه بيجيك هذا شوكولا باريس مره مقابلنا سندس الابداع في سوق الحسنات.